احنا عندنا 44% رافضين ياخدوا اللقاح للاسباب اللي حضرتك متخوفين، او متخوفين متخوفين. في 56% عايزين ياخدوا اللقاحات او بياخدوا اللقاحات فعلا. لا 56% دي تنقسم، احنا بنتكلم على الفئه اللي ما اتطعمتش بالظبط. الناس اللي خدت جرعتين، ووزاره الصحه كمان اعلنت ان فتح باب التسجيل للجرعه التعزيزيه، وقالت البدايل واللي واخد لقاح كذا ممكن ياخد كذا في الجرعه الثالثه. الناس اللي عايزه تاخد الجرعه التعزيزيه، ايه الاجراءات اللي تمشي فيها عشان تاخدها؟ هو مش محتاج يمشي، عشان احنا بنقول ان الدنيا بقت اسهل كتير، هو مش محتاج يمشي على اجراء. انت مجرد ما بتكمل الست شهور بتجي لك رساله بتقول لك توجه الى المكان اللي انت اتطعمت فيه الجرعتين عشان تتلقى اللقاح. طب فرضنا فرضيه جدليه، وجدنا في الاول انه في ناس كانت اتطعمت في مكان وبعدين انتقلت لمكان تاني. مظبوط. وعلى الرغم انه الاعداد دي مش كبيره، لكن زي ما بيقولوا الصدى بتاعها كبير. ففتحنا الباب للتغيير من خلال الخط الساخن، انه حضرتك لو كنت اتطعمت في الساحل وجيت القاهره تقدر، وجالك التطعيم الجرعه الثالثه على الساحل، تقدر حضرتك من خلال الخط الساخن تغير مكان التلقيح الى القاهره. فهي يعني بكل، احنا في النهايه بنتحرك لتسجيل عشان نبقى عندنا احصاء دقيق بنسب المطعمين، ان هو دي العلامه الفارقه ما بين ان تعود الامور الى ما كانت قبل الكورونا او لا. عندنا نسبه الملقحين قد ايه، فالتسجيل لهذا هو مهم جدا. لكن كلما كان هناك صعوبه عند الناس بنيسر عليهم، نسهل من غير ما نفقد الهدف الأساسي. عظيم.